اسمي رائف فهمي، اسست مكتب رائف فهمي معماريون سنة 1990، اتخرجت من عين شمس 86. احد المشاريع اللي جات لنا اللي very interesting، لان بالنسبة لنا الديزاين ده بروسس ممتع، فاحنا التشالنج ممتع. جات لنا ارض من شركة العتال، ابروشت مع احمد العتال ارض في الشيخ زايد. طيب ايه فكرة المشروع؟ هتوصل لايه؟ هتعمل ايه؟ قعدنا نفكر، طب ايه الجديد اللي مش موجود في السوق عندنا في مصر هنا؟ ايه الجديد اللي احنا عايزين نضيفه كعمارات سكنية ارتفاعها ارضي وثلاثة ونص، ارضي وثلاثة وربع كمان؟ وده ارتفاع جميل جدا، لان ارضي وثلاثة وربع ده معناها ان العمارة ارتفاعها مش اكتر من 13 متر، 16 متر حتى كمان. الارض كانت very interesting، لان الليفل بتاع الارض نفسه كان فيه فرق 18 متر في اتجاه و6 متر في اتجاه تاني، والارض كانت بصة بالميل بتاعها ناحية البحري بتاعنا. فكرة بتاعت المشروع ان احنا ابتدينا نعمل المشروع لينير، اساس كله ياخد البحري بتاعنا ويجي على سباين رئيسي يقطع بالعرض وياخد الفي ستراكشر اللي هم بيقفلوا الفراغ بتاعنا في الجزء ده. قعدنا نفكر، طيب قلنا الاركتكشر احنا عايزين نبقى ناخد نوستالجيا شويه للمودرن اركتكشر بتاعه الفتره بتاعه اللي كانت موجوده في مصر في الخمسينات، اللي هي موجود منها في الزمالك وشويه منها في جاردن سيتي، اللي هي بدايه المودرن ايرا، لان اغلب اللي بيشتروا هناك من المنطقه دي كانوا، ده كان التارجت كلاينت اللي عندنا. فابتدينا نخلق اركتكشر باللانجوج دي نفسها، وابتدينا حتى نستعمل الالوان اللي بتودي الاركتكشر دي، ونعمل تند رفيعه بعواميد ستيل اللي هي نخش في نوستالجيك اركتكشر شويه. فابتدينا نلعب بيها، بعدين طورنا الفكره، قلنا طيب لو ابتدينا نعمل العماره نقسمها نصين ومربوطه في الدور الارضي، والدور الاول مدخل دبل هايت، وبعدين الدور سقف الدور الاولاني اللي هو ارضي الدور الثاني تراس مجمع للعماره نفسها، والعماره بعد كده مفصوله، وكل شقتين في سلم واسانسير. هنبتدي نرجع تاني للعماره اللي هي الستاندالون اللي كنا عايشين فيها طول عمرنا، اللي هي الدور شقتين. التكوين ده مع تكوين اللي اوت ابتدى يطلع لنا لي اوت فيري دايناميك، العربيات كلها على الداير، البيداستريان كلها في النص، الفراغات عندنا الفراغ السباين البابليك بتاعنا اللي الناس كلها بتستعمله بالجوجينج لين بالديفرنت باركس الموجوده، اللي هو الكلب هاوس الاكستندد بتاعنا الستريتش بتاعنا، وفي نفس الوقت بنطلع عليه بالفراغات السيمي بابليك، وبنخش للمداخل بفراغات برايفت، دخلنا على المباني اللي موجودة عندنا. ابتدينا نعمل بقى الممثرات بالجناين البرايفت، عندنا بريزميك برضو، وعندنا ثلاثة سباينز مية بيقطعوا السباين الرئيسي بتاع الجرين. اللانسكيب ابتدى تو ايفولف في القصة دي بالليفلز الموجودة بين العمارات نفسها كمان. اللي انا متأكد منه ان ويست ليفز هيقدم فكر للسكن والحياة مختلف تماما عما قدم قبل كده في 6 اكتوبر وزيد. مساء الخير، ايه الاخبار؟ خليني كده الاول اشرح مين شركة العتال ونفذت ايه قبل كده، وبعد كده نبتدي ندخل على المشروع بتاعها. احنا شركة العتال من 1948، بقالنا حوالي 75 سنة. شركة العتال عندها مجموعة شركات العتال هولدنج. اول شركة هي بتكون شركة اتكون، دي شركة كونستراكشنز، شركة مقاولات، نفذت اكتر من حاجة، نفذت سفارات هنا وسفارات برا مصر، زي مثلا سفارة ماليزيا، قطر، البحرين، اوغندا، نفذت مثلا بنوك زي بنك الاسكندرية، نفذت فنادق زي فندق قوات الدفاع، نفذت ابراج زي برج الفليكة في المهندسين، نفذت كمان مدارس انترناشنال زي مدرسة مصر 2000 ومنارة هليوبلس، نفذت مسرح جامعة القاهرة، نفذت اكتر من حاجة كمقاول، نفذت كمان كومباوند البنك الاهلي في حي المستثمرين في العاصمة الادارية، ونفذت كومباوند المكسيم، ده بيكون في التجمع الخامس. تاني شركة هي بتكون شركة جسور، دي استيراد وتصدير مواد البناء. تالت شركة بتكون شركة سباتيوم، دي شركة تشطيبات، تقدر تشطب اليونت بتاعتك ب10% داون بايمنت من خلال شركة العتال، والباقي على 7 سنين. تالت شركة هي بتكون شركة EGD، دي شركة تطوير عقاري، دي في التجمع الخامس بتبني، دي شركة مطورة، نقدر ان احنا كمان من خلال الشركة دي، هي اوريدي بتبني عماير سبرت وبتبتدي تبيع. عندنا كمان محفظة اراضي، عندنا ارض في العاصمة الادارية مشروع بارك لين، وده طبعا نسبة البيع فيه كانت 95%. عندنا ارض تاني بتكون في باي سايد راس صدر، وده من افضل الوحدات الفندقية او من افضل الكومباوند داخل راس صدر بالكامل. عندنا كمان ارض ان شاء الله نازلين بيها خلال ايام، دي هتكون في الشيخ زايد، فيري برايم لوكيشن. عندنا كمان ارض في التجمع الخامس برضو قريبا نازلين بيها. ده عندي هنا محور 26 يوليو، ده هنا هايبر 1. هنبتدي ندخل من هنا، هنلاقي على يميني وعلى شمالي كومباوند الخمايل،
قطعه ارض العتال في اللوكيشن ده بالظبط 36 فدان، 8 فدان سكني فندقي و28 فدان كوميرشال وادمن وريزيدنشال. بجواري هنا على طول بالم هيلز ونيو جيزه. بعد كده عندي 28 فدان متقسمين لاربع مباني ستراب مول، وعندي 28 فدان الباقيين ده بيكونوا 30 عماره. طبعا المشروع كله ارضي وثلاث ادوار، وعملنا ديزاين لطيف قوي اسمه ستاند الون دوبلكس، فبقى عندي كله ارضي وثلاث ادوار، وعندي دوبلكس واحد بس بيكون موجود في كل عماره واخد افضل فيو في العماره. عندي طبعا بمساحه المشروع كله فيه اندر جراوند باركنج، عملنا هنا كمان سنترال بورك في كل الفاسيلتيز اللي انا هبقى محتاجها، في جيم، في كيدز اريا، في بدل، في تنس، في باربيكيو اريا، في سينما، في كل الحاجات اللي انا هبقى محتاجها كاونر. تاني حاجه بالنسبه لي انا استشاري الهندسي بتاعي بيكون الباشمهندس رائد فهمي، هو اللي عامل لي الماستر بلان بتاعه المشروع، وهو اللي عامل لي ديزاين العمارات، فعامل لي فكره لطيفه قوي اسمها ستاند الون ابارتمنت، ان انا ما عنديش يونت اتاتشد باليونت اللي جنبها، انا عندي مفيش حيطه مشتركه ما بيني وما بين جاري، فبقى عندي كل عماره فيها تو انترنس، عندي مدخل امامي ومدخل خلفي لكل بيلدينج، وعندي جاست ان انا دخلت من الانترنس بلاقي ارتفاع الانترنس بتاعي طالع لحد الدور الاول، دخلت يميني لقيت كوريدور سلم واسانسير بيخدم على الشقتين اللي كل يونت شايفه فيو غير التاني، دخلت شمالي لقيت سلم واسانسير اوريدي نفس الكلام. فانا بالنسبه لي السبيس موجوده ما بين كل بيلدينج وبيلدينج، بنتكلم في حوالي 5 متر ما بين كل يونت ويونت في الانترنس بتاع باب اليونت حوالي 3 متر، فانا بقيت اليونت بتاعتي هي ستاند الون ابارتمنت، شقه سيبريت، شقه مستقله، ما عنديش حيطه مشتركه ما بيني وما بين جوري، فبقت الغرف بتاعتي كلها على الفيو. عندي دي شقه اهي، عندي الريسبشن، الاوضه الاولى، الاوضه الثانيه، الاوضه الثالثه، اللي مش شايف فيو مدخل باب الشقه اللي انا دخلت منه، عندي الكيتشن، عندي الجيست تويلت، عندي التويلت بتاع الاوضه الماستر، فبقت الغرف كلها بتاعتي شايفه الفيو. عندي طبعا شركه سيمنز هي المسؤوله عن السمارت سيستم بتاع المشروع، وعندي شركه اسمها وان يونيك سوليوشن هي المسؤوله عن الفاسيلتي مانجمنت للمشروع. انا بالنسبه لي بنيت على نسبه 20% وعندي 80% بيكون لاندسكيب ووتر فيتشرز سبيسز ما بين العمارات.